السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع الشلف لنقف على الأشغال تاع المنتجع السياحي اللي يقع ببلدية بني حوة. إذن واللي الأشغال راهي يعني تقرب من النهاية نتاعها، بقات العملية تاع التهيئة نتاع هذا المجمع السياحي رائع. وشوفوا الموقع جميل جدا في القرب من الشاطئ نتاع ولاية، يعني الساحل تاع ولاية شلف. إذا هنيئا بهذا الإنجاز النوعي، وإن شاء الله تكون فيه منتجعات من هذا النوع لكي نساهم في توفير هذه الخدمات السياحية الراقية لمواطنينا. إن شاء الله تكون الأسعار تنخفض. وأترككم تتبعون ما تبقى من هذا الفيديو الرائع، والسلام عليكم.